الحمد لله ربي ما حشمناش وحنا ماشيين في الطريق وباقي لنا الديرني ماتش اللي غادي يكون ضد بركان بو بوفوار فيني هادشي بحال اللي قلت ان شاء الله والله ربي يسهل علينا بيان سور. واي قال الماتش اللي داز حسيت شويه كنت تجن غادي عملنا الجهد ديالنا باقي عندنا ماتش واحد وان شاء الله يكون غير خير ان شاء الله. اه بيان سور غادي يكون ماتش صعيب عشان عارفين حنا وبركان هاد العام حنا لي دوز سول زيكيب اللي من الاول ديال العام ما بركناش ما عندهم لا هذيك لا كاف وحنا تشامبيونز ليغ وصراحه سي بون ايكيب وغادي يكون بون ماتش في الرباط مدينه مزيانه ستاد مزيان الجمهور غادي يكون حاضر صافي تنبان في ان شاء الله. بالنسبه للنهائي كاس العرش فالحمد لله استعدنا ليه بما فيه الكفايه ذهنيا وتكتيكيا ان شاء الله غادي ندخلوا للمقابله عازمين باش نحققوا النتيجة الانتصار القوية المنفوذة باللقب ديالي في هذا العام ان شاء الله اللي غاب على خزينة الفريق مدة طويلة هذه وشخصيا اللي خسرته في نهائي 2016 بالنسبة لي هذا الكاس عزيزة وعزيزة بزاف ان شاء الله نتمنى من الله يوفقنا نحققوا نهار الخميس. مازال عندي عام بقى عندي عام مع الوداد عام جاي ان شاء الله باقيين وكما كيقول الكوتش حنا مازال فينا الجو ان شاء الله بغينا السنة هذه نخلوها تاريخية في تاريخ النادي وتاريخ الكرة المغربية يعني حق ثلاثية هذا العام اللي ما سبق واحد حققها وان شاء الله كنتمنى من الله يوفقنا نهار الخميس باش نحققوا هذه الكأس الغالية. كان فرق كبير ما بين مباريات البطولة ومباريات الكأس، مباراة الكأس كتبقى استثنائية وان شاء الله كنتمنى من الله باش نحققوا فيها نتيجة الفوز.